وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، ملامح أزمة تزايد أعداد المهاجرين نحو أوروبا، لا سيما في ظل تفاقم تبعات الأزمة الأوكرانية؟ الواقع أن الاجتماع الاستثنائي اليوم الجمعة لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي بيعكس حجم الأزمة الكبيرة حول المهاجرين، خاصة بين عدد من دول الاتحاد، تحديدا بين فرنسا وإيطاليا، خاصة بعد السياسات الأخيرة من جانب الحكومة المتشددة في إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، والتي رفضت استقبال المهاجرين وبالتالي مشكلة انقلابا على ما يعرف بالسياسة الأوروبية تجاه المهاجرين واللاجئين، والتي تقوم على فكرة التضامن ووحدة المواقف الأوروبية في هذا الشأن. وبالتالي هنا الخطورة أن مع احتمالات تزايد أعداد المهاجرين خاصة من أوكرانيا مع دخول فصل الشتاء وتداعيات الحرب والأوضاع الإنسانية، وبالتالي الدخول عبر غرب البلقان إلى أوروبا، هذا يفاقم. وأعتقد أن هذا الاجتماع هو يحاول على الأقل وضع نوع من السياسة الموحدة بين دول الاتحاد. نحن نعرف أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ أكثر من عامين مشروع كامل متكامل للإصلاح، يقوم على التضامن بين دول الاتحاد، على العمل على دعم الدول ما يسمى الدول المستقبله، دول الاستقبال، وتوزيع هؤلاء المهاجرين واللاجئين على الدول الاوروبيه بشكل عادل، بما يعني تضامن وتحمل والاعباء المختلفه. لكن صعود اليمين المتطرف في دول الاتحاد الاوروبي، خاصه في ايطاليا والتي تعد احد الدول المستقبله، الشواطئ الايطاليه تستقبل اعداد كبيره من المهاجرين واللاجئين، خاصه من افريقيا عبر السواحل الايطاليه. وبالتالي هذا الاجتماع. طيب دكتور احمد، يعني ابرز المخاوف الاوروبيه من موجات تدفق اللاجئين غير الشرعيين على دول القاره من وقت لاخر، هذه المخاوف يعني اسبابها؟ في الواقع ان هذه المخاوف مخاوف اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه، بمعنى ان زياده اعداد المهاجرين واللاجئين لاوروبا هو ايضا ساعد في تفاقم وتصاعد اليمين المتطرف الذي صعد في كثير من الدول الاوروبيه في الانتخابات الاخيره، ومنها بالطبع كان في ايطاليا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي. الامر الثاني، هناك ايضا مخاوف اقتصاديه في ظل الازمه الاقتصاديه الخانقه التي تعيشها اوروبا منذ بسبب الازمه الاوكرانيه في مجال ارتفاع اسعار الطاقه ومعدلات التضخم وازمه الطاقه، وبالتالي هؤلاء المهاجرين واللاجئين يشكلون اعباء، خاصه القادمين من اوكرانيا وباعداد كبيره. ثم هناك مخاوف امنيه من تصاعد خطر الارهاب واعتبارات اخرى سياسيه، لكن انا باعتقادي ان سياسه الاتحاد الاوروبي تجاه المهاجرين واللاجئين هي تقوم على فكره انشاء السدود، بمعنى منع الهجره او منع هؤلاء من دخول الاتحاد الاوروبي دون معالجه المشكله من جذورها، والتي تقوم على ضروره العمل اولا في افريقيا، تحقيق التنميه في افريقيا، القضاء على الهجره من المنبع على الدول الافريقيه، واعتقد ان هذا هو المنهج الافضل لمنع الهجره. لكن ترك المهاجرين في عرض البحر والاعتبارات الانسانيه والضغوط، اعتقد ان هذا لن يحل المشكله. هذه الازمه تطرح تساؤل هام، وهو هل من سبيل نحو توافق اوروبي خاصه بين باريس وروما حول ازمه المهاجرين غير الشرعيين؟ واذا ما كان، فكيف سيكون الحل؟ أنا في اعتقادي أن التوافق يعني يبدو بعيدا إلى حد ما في ظل التضاد في المواقف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا جورجيا ميلوني وهذا الائتلاف الحاكم في إيطاليا، الذي يعني هو صعد بسبب سياساته المتشددة تجاه قضية المهاجرين واللاجئين واتخاذ موقفه، وبالتالي هو لم يقدم تنازلات لأن هذا جزء من صعوده الانتخابي في إيطاليا. الأمر الثاني أيضا أن فرنسا تجد نفسها قائدة في الاتحاد الأوروبي في مأزق حقيقي، وبالتالي هنا أعتقد اجتماع بروكسل ربما يسعى إلى البحث عن الحد الأدنى من التنسيق والتوافق، على الأقل ما يسمى يعني تحمل الأعباء أو العدالة في الأعباء، خاصة المهاجرين في أوكرانيا والتي فتحت أوروبا أبوابها لهؤلاء المهاجرين. لكن تظل الأزمة موجودة، هناك معالجات عبارة عن مسكنات، عبارة عن حلول كلها أمنية فقط للمنع، وبالتالي كل هذا بيعني أن هذه المشكلة تستمر، وبالتالي تستمر تداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية على الدول الأوروبية. صحيح. دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، أشكرك شكرا جزيلا.